طبعا راح لكم اخر استرداد متهمين. لدينا المتهم الاول حاليا في طور الاسترداد من الجمهوريه العربيه السوريه، وهو المتهم عصام موفق جاسم. عصام موفق جاسم هذا سارق مبلغ قدره 760 مليون دينار عراقي من مصرف الرشيد فرع جامعة ميسان، فرع جامعة ميسان، ومحكوم بعشر سنوات غيابي. المتهم الثاني وهي مدانة، المدانة جنان جواد عبد علي القيسي، هذه تم القبض عليها في بيلاروسيا، حاليا في طور الاسترداد، وفي ذمتها للعراق 6 مليار و500 مليون دينار عراقي. هذه كانت تعمل في وزارة الصحة، وفي عام 2010 على ما أعتقد 2008 حصلت على هذه الأموال وهربت، اختلستها بأسماء وهمية بعقود وموظفين وكذلك وكذلك، وتم الحكم عليها بسبع سنوات سجن، سبع سنوات. كذلك المتهم الثالث تم القبض عليه في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو المتهم سيف أحمد عبد خليفة، طبعا غير موضح الأموال اللي بحوزته، لكن هو محكوم عليه في العراق الحكم ما له 7 سنوات وفق المادة 264 على 1 من قانون العقوبات. إن شاء الله قريبا هؤلاء المتهمين سيتم جلبهم للعراق بعد ما تكمل ملفات استرداداتهم إن شاء الله. القاضي إذا تسمح لي أول شيء نقول لك رمضان كريم وسنة جديدة نجف الأشرف. حقيقة الحديث كثير عن قضايا الفساد في العراق، وحقيقة لابد من الإنصاف نقول أن هيئة النزاهة في الفترة الماضية عملت بشكل كبير، وهنالك عمليات نوعية في محافظات كثيرة، لكن هنالك من يقول أن قضايا الفساد المتعددة التي قامت بملاحقتها هيئة النزاهة لا تساوي فيما يخص قضية نور زهير، قضية البرغ كما تسمى. ما هي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة، خصوصا وأن هنالك تصريح لحضرتك قبل عدة أيام تقول أنه سيحاكم مع 33 آخرين؟ طبعا هي في القضية هذه قضية الأمانات الضريبية حاليا هي 30 متهم، وبعضهم موقوف وبعضهم مكفل وبعضهم هارب. قلنا ذلك لأنه من ناحيتنا أنجزنا الملف، وحاليا لدى محكمة التحقيق المتصل إن شاء الله في مراحل إنجازه الأخيرة حتى يذهب إلى محكمة الموضوع، وسيتم محاكمة المتهمين وفق القانون. مهما طال الزمن سيحاكمون، لكن إن شاء الله نتأمل قريبا أن يتم حالتهم إلى محكمة الموضوع وإصدار الحكم العادل بحقهم، حتى ننصف هؤلاء الناس الذين ظلموا نتيجة هذا الفساد، لا سيما أن هذه السرقة لها ميزات تختلف عن باقي السرقات، أنها وقعت في وضح النهار، اشتركت فيها أطراف مهمة من رأس الحكومة السابقة، كذلك اشتركت فيها أطراف مختلفة من القطاع الخاص والقطاع العام، وكأنما عندما نذهب لثنايا هذه الجريمة نقول أين الدولة آنذاك؟ كيف تسرق هذه الأموال اللي هي تناهز 4000 مليار دينار عراقي في وضح النهار وخلال أيام معدودة؟ أكيد هذا يعطينا يعني سمات مرحلة لم تكن هنالك متابعة حقيقية للأموال، مما أدى إلى سرقتها هكذا في وضح النهار. احنا ممكن نسمع عن سرقة بعقد، ممكن في غرف مظلمة، لكن هكذا سرقة تقع في وضح النهار، أعتقد شيء كبير هذا. وأنا معاكم
لا بد أن يصدر الحكم العادل بحقهم. نحن ننتظر معكم صدور الحكم إن شاء الله، وسنقول عندما يصدر الحكم هذا حق الشعب، صدر الحكم بحق الفاسدين وسيتم استرداد الأموال منهم عاجلاً آجلاً. مع هذا نحن نحاول حالياً أو نعمل على استرداد اثنين من المتهمين من ضمن سرقة الأمانة الضريبية في دولة الكويت، هم أصحاب مصرف أهلي، يعني المبلغ اللي تقريباً يعني في ذمتهم ما يقارب 125 مليون دولار، ليس ضبطاً لكن تقريباً. إن شاء الله عندما يأتون ويمثلون أمام القضاء سنثبت الحقائق بحقهم، ولهم حق الدفاع عن أنفسهم وقول غير ذلك، لكنهم لا زالوا هاربين. نعمل على استرداتهم من دولة الكويت وإن شاء الله نستردهم قريبا. سيادة القاضي، يعني حضرتك سبق وأن حدثنا في اللجنة ربما في مناسبة قريبة عن أهمية هذه المدينة وأن تكون هي منطلق كما تحدثت حضرتك لأن تكون مدينة منطلق لمحاربة الفاسدين. اليوم نشهد تشكيل حكومة جديدة ومجلس محافظة منتخب، ولذلك ربما يعتقد المجلس والحكومة أن هنالك ربما مشاكل خلال 5 سنوات ماضية بسبب غياب مجالس المحافظات، وهذا ربما يتطلب من هيئة النزاهة ومن المجلس عمل شامل. الرسالة حملونيها يعني بشقين بصراحة المواطنين. الأولى هنالك ربما تجريف متعمد وسرقة بوقت النهار، أيضا مثل سرقة القرى للمناطق الخضراء وأيضا الأراضي الزراعية، هذا ما يحدث في النجم. والقضية الأخرى هي عملية الإبلاغ عن الذين تضخمت أموالهم، ولا نتحدث عن مسؤولين فقط سيادة القاضي، نتحدث عن موظفين عقود وإجارة يومين وناشطين مدنيين، بل وحتى صحفيين. هنالك تضخم واضح يعني أموالهم، وهؤلاء نريد أن نوصل معلومة للنزاهة. لذلك المواطن يحتاج إلى آلية تعاون وعمل ربما فتح أبواب جديدة من قبل النزاهة للمجتمع حتى يقوم نقوم بالإبلاغ. كلامك صحيح ودقيق. طبعا احنا مع خطوات بناء الدولة الجديدة من خلال مجالس محافظات ومحافظين جدد في المحافظات. مجالس المحافظات جهاز رقابي جدا مهم، يعمل على بناء استراتيجيات في المحافظة لتبويب الأموال وتبويب الخدمات والوقوف على حاجات الناس، وكذلك هو يراقب كيف تطبق هذه العقود وكيف تنفذ للسلطة التنفيذية في المحافظة. نحن على موعد قريب مع مجالس المحافظات، سنعقد معهم ملتقى هناك في هيئة النزاهة، كذلك مع رؤساء لجان النزاهة في المجالس. بعد ذلك سنعقد ملتقى أيضا مع السادة المحافظين، سنعمل مع هذه المجالس الفتية إن شاء الله بجد ونشاط حتى تكون في الطريق الصحيح، ويكون دورها الرقابي فاعل جدا لأنه هي الأقرب للحدث وأقرب المحافظات. فيما يتعلق بفتح أبواب وقنوات هيئة النزاهة، هي مفتوحة على مصراعيها، لدينا مواقع إلكترونية وأرقام ساخنة وغير ذلك. في المستقبل احنا مقبلين على أن نفتح شعب بمكاتبنا في المحافظات تختص بدائرة الوقاية اللي تختص بتضخم الأموال وكسر المشروع، لكن حاليا هي دوائرنا التحقيقية الموجودة في المحافظات تستلم ذلك. لكن نحتاج عندما نأتي على باب التضخم والكسب غير المشروع أن تعطونا أرقام، لأنه لا زالت دوائر التسجيل العقاري ودائرة عقارات الدولة، طبعا دائرة التسجيل العقاري تابعة لوزارة العدل ودائرة عقارات الدولة تابعة للمالية، لا توجد فيها أرشفة. لذلك عندما نذهب نبحث عن عقاري يعطونا رقمه ويعطونا رقم السجل والصحيفة، هذه إذا ما تثمر لا نستطيع أن نوصل للأموال أو العقارات. فعليكم تساعدونا بالعقارات أو في أماكنها حتى نخرج عليها ونصل إليها عن طريق هكذا حالة. كذلك الحسابات الأموال، أرقام السيارات، مرات إلا ربما المواطن أقرب للحدث يعرف أنه هذا فلان مسؤول وضع الأموال باسم نسيبة، باسم قريبة، باسم فلان، هذا أنت تعرف إحنا ما نعرفه، حاول وصلنا المعلومة سنذهب إليها مسرعين. أنا لا أخفيكم في الأيام المقبلة لدي مؤتمر سري مع دلالين كبار في بغداد، هؤلاء الدلالين سنستخدمهم في الدلالة على العقارات اللي اشتروها المسؤولين الكبار، هم الأقرب للحدث، نعمل في كل الزوايا حتى نصل لهؤلاء. أما بدون مساعدة، بدون دعم، بدون معلومة، أعتقد هيئة النزاهة لا تستطيع أن تقدم شيئا، لأنه ليست لدينا أدوات أخرى غير مساعدتكم ودعمكم.
حسابات غير مؤرشفة، مصارف غير مؤرشفة، الحوكمة لا زالت في بدايتها، استجي العقاري مسألة حويصة يرد مراحل ومراحل حتى نصل إلى مراحل. أنتم لربما شاهدتوا قبل كم يوم إحدى الفتيات اللي طلعت مع الناشط حيدر الحمداني وذكرت أن هنالك تزوير لعقارات في النجف الأشرف وهكذا. نحن لدينا قضايا كثيرة فاتحين فيها المجال، ونحن طلبناها من أختنا العزيزة وصادر فيها أوامر قبض، وأحد المتهمات المهمات بتجه العقاري هاربة حاليا خارج راقع تخيل معروف في أي مكان نبحث عنها. لذلك توجد ملفات، توجد قضايا تخص هذه الأموال، بالإضافة إلى أنه هيئة النزاهة استردت أكثر من 38,000 عقار خاصة بالأموال اللي استملكت أيام النظام السابق اللي تخص العتبة وقلب على العتبة وهذه، وبعدين استحوذ عليها ناس آخرين تم البحث عليها واسترجعها، وحاليا كلفنا مديرية البلديات أو البلدية في النجف حتى تقيم دعاوى تسترجعها أصوليا من الأشخاص الموجود فيها أما الغاصبين أو الموجودين فيها حتى تخليها وتقوم بواجباتها في هذا المجال. نعم عفوا سيادة القاضي، أنتم تحدثتم عن ناس متورطين بقضايا فساد وتحدثتم أيضا بالأرقام عن قيمة الأموال التي سرقوها، ولكن إلى الآن لم نتحدث عن رقم أو رقم تقريبي ولو عن قيمة الأموال التي تمت استردادها بالفعل ودخلت إلى خزينة الدولة. هيئة النزاهة استردت كثير من الأموال، يعني تقريرنا السنوي يشير إلى ذلك بكثير من النقاط، لا أستطيع أن ذكر حاليا لأنها أرقام كبيرة. أموال استرديناها نقدا وطبعا معظمها نشرناها في مؤتمرات صحفية، وأقر المؤتمر الصحفي اللي كان في الأسبوع الماضي يوم الأحد، وكذلك عقارات وأكو أموال منعنا هدرها، يعني وتواجدنا في الميدان وجدنا هذه منعنا أن يتم هذا العقد أو تهدر هذه الأموال، يعني سجلناها كذلك. نحن في الأسبوع القادم واللي بعده راح يكون لنا مؤتمر لصندوق استرداد أموال العراق، وهذا الصندوق استردينا من خلاله أموال كثيرة، هاي الأموال خص قبل 2003 أموال النظام السابق اللي هدرها واللي أفسد بيها واللي سرقها، وإن شاء الله قريبا نعلن هذا المؤتمر راح تشوفون أرقام جديدة وعقارات جديدة وإن شاء الله منجزات أكبر. آخر سؤال إن شاء الله. طلال حسن مراسل قناة السومرية، الآن مجالس المحافظات ستبت في جميع المحافظات، هل لكم شراكة في كشف الأموال التي عند الأعضاء سيما أن يعني مجلس النجف باشر في هذه المسألة؟ احنا كلفنا سيادة أعضاء مجالس المحافظات اللي تولوا المسؤولية حاليا ورؤساء المجالس والمحافظين الجدد بتقديم كشف الذمة المالية وفقا للقانون مالنا. ستأتي هذه الكشوفات خلال مدة محددة خلال 50 يوم وسيتم تدقيقها إن شاء الله. هنا مهم جدا أن يعي عضو مجلس المحافظة والمسؤول يقدم الكشف أنه هذا الكشف هو راح يكون الأساس ماله، خاصة أول كشف. احنا طبعا حاسبنا احد المتهمين على تضخم لديه 18 مليار وتقريبا 500 مليون معها احد الاعضاء، يعني مو هنا لا مشترك حتى في سرقه القرن. ف قال لنا احد الاشخاص قال مو هي اماله قبل لا يتولى المسؤوليه، قلنا تحت هذا كشف الذمه الماليه الاول ماله، لم يذكر لنا لديه اموال، عقاره بيته ذمي مسجلات. اما يقول خلاف ذلك فاذا ما ثبت بالكشف، طبعا هذا هو مو صحيح، هي مال سرقه، هذا سرقها، هذا اللي ما ثبت بالكشف بعد احنا ما مسؤولين عنه، فاذا على المسؤول ان يعي انه ما لم يثبته في الكشف فيعتبر بعد ذلك عليه سرقه وتضخم، وعليه ان يكون واعي لهذه المساله. وعلى اخواننا اعضاء مجالس المحافظات الجدد ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ان يعوا ذلك ويذكروا كافه التفاصيل في كشف الذمه الماليه.